وحياكم من جديد مشاهدينا، مستمرين معاكم في آخر فقراتنا لهذا اليوم، والفقرة الفنية اللي عودناكم أننا بنختم فيها فقرات هذا الأسبوع من برنامج ساعة شباب أكيد. واليوم معانا شاب صاحب صوت جميل وأداء أيضا موزون. اسمحوا لي أرحب بضيفنا الموجود معانا اليوم، الفنان نواف الجبلتي. أهلا فيك معانا ساعة شباب، مشرفنا نواف. الله يسعدك وجودكم. بداية نواف، بدايتك كانت على مسرح أكاديمية الملك فهد في ألمانيا، ياريت تكلمنا أكثر عن هذه البداية. والله هي كانت البداية في مسرح زي ما ذكرت، المسرح المدرسي للأكاديمية، وكانت على يد الأستاذ توفيق وأستاذ حازم. طبعا كانت فترة الطفولة بالنسبة لي، فكانوا يتبنون المواهب، وكان اللي يدشن الحفلات اللي هو الدكتور أسامة الشبكشي سفير المملكة في ألمانيا. وكان يعني موضوع كبداية يعني ممتاز إني أبرز في مكان زي كذا. طب وكمان العزف يعني على أي آلة مهم جدا للفنان، أنا برأيي الشخصي. فبعرف يعني أنت تعلمت العود بنفسك، قد إيش وإيش اللي شجعك على أنك تتعلم آلة العود؟ والله يا أستاذ توفيق شجعني، قال لي إنه ضروري تتعلم آلة بما أنك تغني عشان تساعدك على الزمن وعلى كيف الأداء يكون أفضل. فمن هذيك اللحظة بدأت أتمرن، طبعا بدون ما أحد يعني يعلم. نعم حلو. فاستمريت يعني كذا سنة من 2006 لحد الآن. حلو. طب إيش راح تغني لنا وتسلطنا بالعود؟ والله أنتوا إيش تحبوا تسمعوا؟ طب عبد الرحمن إيش تحب تسمع؟ هات لك عبد المجيد عبد الله. طيب ماشي، لو يوم أحد نسمع. لو يوم أحد لو يوم أحد في وحدتك نادى عليك، ثم التفت وشفت ما حولك أحد، هذا أنا من كثر ما فكرت فيك، ناديت لك والكل منا في بلد، يكفي إلى هنا وما قدر أولح عليك أكثر، إلى هنا وما قدر أولح عليك أكثر، من الوله كني طفل نسى يكبر، يحبك بإحساس يكفي قلوب الناس، يحبك بإحساسك في قلوب الناس. الله يعطيك العافية نواف، حقيقي أبدعت. طب بعرف نواف، في الفترة الأخيرة يعني صارت الألوان الغنائية انتشرت بكثرة حقيقي مع ظهور كثير من الفنانين الشباب. أبعرف إيش أكثر الألوان الغنائية اللي أنت تفضل تغنيها؟ والله يا الفترة هذه زي ما قلت كثرة الألوان، وصار الذوق العام يعني منقسم. فأنا أفضل اللون الكلاسيكي اللي هو طبعا الطربي اللي كان الله. اللي كان يعني اللي يغنون مثل محمد عبده وطلال مداح وعبادي الجوهر عبد المجيد. جميل. عبد المجيد عبد الله طبعا كيف. حلو. طب بسألك عبد الرحمن، إيش الألوان الغنائية اللي تحب تستمع لها؟ والله أنا ترى أي حاجة حلوة. تسمع قديم ولا جديد؟ لا قديم، أحب نفس الكلام يعني الأشياء الطربية تشدني، بعض الأغاني الإلكترونيك تعجبني، بعض الجاز برضو، كمان الفن الأوروبي أسمع، الفن الأمريكي في بعض الأشياء، بس أنا ماني مهتم بشكل عام في الأغاني يعني، حتى ما عندي شريط في السيارة، أنا لما كده تصفق في راسي اقوم اشغل راديو. انا في التمثيل وبس، بلاش نخربط نفسنا. حلو. طب بعرف نواف ايش راح تغني لنا؟ ابدا باغنيه طلال مداح الله، اللي هي ترك انت موعدني. نسمع. ابداها بموال خفيف اكيد. يا من هوى يا
من هواه أعزه وأذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني. تراك انت مواعدي على عهد الهوى تبقى، لو الأيام تبعدني أبد مثلك أنا ملقى، وأقول يا رب ساعدني أهني الروح أهني الروح أهني الروح. لا تغفل هواك عالي علي غالي، هواك عالي علي غالي، أحبك لا تكون سالي، وتضنيني وتضني الروح وتهدم كل آمالي. تراك انت موعدني على عهد الهوى تبقى، على عهد الهوى تبقى. يعطيك العافية نواف، حقيقة أبدعت. نواف، نبغى نعرف كمان إيش سر رفضك للعروض الغنائية اللي تم تقديمها لك من قبل؟ والله هي جات متباعدة العروض، وسببي أسباب يعني اللي خلتني أرفض العروض. أول حاجة دراستي لسه ما انتهيت منها. حلو. وأول ثاني شيء اللي هو تعاملت مع ناس ما كانوا واضحين معايا في المجال. نعم. والشيء الثالث إنه ضروري أتعلم أول شيء الأساسيات حقة الفن، وأسافر في مصر أو في دولة يعني عندها معاهد موسيقى فنية. نعم. وأبدأ مشواري صح. طب متى نقدر نتوقع إنك ممكن تدخل مجال المنافسة في الساحة الفنية بين الشباب؟ إن شاء الله إذا جات فرصة أو من خلالكم ما عندي يعني مانع. إلى أجل قريب نقدر نقول إن شاء الله. روتانا. إيه روتانا عادي. لا والله حد الآن ما في شيء، لكن نحاول إن نسوي عمل جديد إن شاء الله في خلال السنة هذه. طب حلو، إيش راح تسمعنا؟ وما نبغاك تبخل علينا بصوتك وإحساسك. الله يسعدك. طيب نسمعكم حاجة لمحمد عبده. الله. يا غايبة غايبة إلا عن الخافك سلام، ردي علي يا همسة العاشق سلام سلام سلام، ردي وخذي مني ليالي في العمر، أقطف لك النجمة وأدوب لك أدوب لك قمر، وألبسك ثوب النسيم وأعطر أيامك أيامك وأعطر أيامك زهر، وألبسك ثوب النسيم وأعطر أيامك أيامك زهر. أشكرك على اختيارك لهذه الأغنية لأنها من أكثر الأغاني اللي أحبها للفنان، أكيد فنان العرب محمد عبده. حقيقي صوتك جدا جميل وإحساسك جدا أجمل نواف، سعيدة جدا بتواجدي معك تواجدك معنا اليوم في استوديو ساعة شباب، وأكيد نتمنى لك كل التوفيق في المجال الفني. وأكيد أشكر وأجدد الشكر لضيف حلقة اليوم الفنان الشاب عبد الرحمن يماني، شرفتني في حلقة اليوم وأمتعنا كثير تواجدك معنا طول الحلقة حقيقي، ونتمنى لك أيضا كل التوفيق في مجال كرة القدم وأيضا مجال التمثيل. عبد الله يكرمك، أنا كان لي الشرف والله باستضافتكم هذه، وفعلا كانت ساعة جميلة، وإن شاء الله يكون أهم شيء طبعا المشاهدين يكون هم اللي استمتعوا بهذا الخليط الفني اللي أنت كونتيه،
وشكرا لك انت كمان في نهايه الحلقه. اكيد اشكرك عبد الرحمن واشكرك نواف، واكيد انا متاكده انه مشاهدينا استفادوا واستمتعوا في حلقه اليوم، واكيد نتمنى لكم ويكند سعيد تستمتعوا فيه، يعني لازم، وفي اجازه كمان الاسبوع الجاي، لا اوصيكم لطلاب المدارس والجامعات استمتعوا بالاجازه قد ما تقدروا، لانكم راح ترجعوا في النهايه للدراسه وللاختبارات. لا تنسوا ايميل البرنامج وايضا هاشتاج ساعه شباب على تويتر الظاهر على الشاشه، مرحبين بكل ارائكم واستفساراتكم. راح نختم بصوت الفنان نواف الجبرتي، واكيد بكذا اقول لكم انا فمان الله، نشوفكم ان شاء الله الاحد القادم على شاشه روتانا خليجيه. ايش راح تسمعنا نواف؟ الكوبليه الاخير من صوتك، صوتك يناديني، اللي هو ريانه العود. نسمع. ريانه العود، ريانة العود، ريانة العود، نادي نادي الليالي تعود، نادي الليالي تعود، نادي الليالي تعود، نادي نادي الليالي تعود، ريانة العود، ريانة العود، ريانة العود، نادي